لا تخافي يا أختي، راحوا راحوا. شو بدك مني يا أخي؟ أنت عملت معي خير والله رح يجزيك عليه، مشان الله لا تخرب بيتي. أنا ما صدقت لقيت قرني نام فيها. بتعرف إذا دري الأستاذ زهدي إني عم بحكي معك؟ والله لحتى يزتني برا. فشرب نص عينه، شو جيتك برا؟ شو الدنيا شايبة؟ أنا وراكي، من اليوم ورايح بتعتبري إنه وراكي رجال، يا كان، أنت خلاص صرتي قطعة من قلبي، أنت صرتي قلبي، صرتي قلبي وشحة، الوردة اللي شلتت من صرمايتك، علقت عند قلبي. يا لطيف، ما صلي على سيدنا محمد. يعني أنت أكبر قدر؟ لا أكبر ولا أصغر، الله وكيلك. أنت من وقت فتي بيتي خلاص فتي قلبي، وأنا يا بنت الحلال رايدك على سيدنا الله ورسوله. نبس عدية عدية عدية، شل الله عدية. نبس عيونه، قلبه، أحاسيسه، روحه، أشاعره. أنت ما بتعرف أي شيء عني. نتعرف ونحكي، بس أنت مشان الله لا تتركيني. والله إيش كان تركتيني بموت. إيش بدك اليوم؟ بروح بطلبك كلك من جهدي يا أفندي. ما بطلب إيديك بس بكلك يا كان. اسمنه صحيح والله بدي أسألك، ليش في هلا ناس فات بروحوا بيطلبوا بنتها للإيد، بيجيبوا أهلها بيعطوا إياها كلها، بكونوا مستقلعين باهي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص خلص، بطلب بس إيديك. ليك ليك، روح هلا روح، بعدين بنحكي. إمتى بعدي؟ بكرة بكرة. إمتى بكرة؟ بكرة الصبح، هن من الصبح طالعين برا البيت. ماشي تقضي أمر، بس قبل ما أمشي بدي أعترف لك بشغلي. شو؟ تعرفي إنك بخيلة؟ أنا بخيلة؟ معقول لك ما تقلي لي لألي ولا كلمة حلوة؟ طيب يعني أنا شو بدي أقول؟ ليك ليك، استنى استنى، بدي أقول لك شغلة. شو؟ بكرة ما فيني حاكيك من الباب، بحاكيك من الشباك، لأنه الأستاذ زهدي موصيني ما أفتح الباب لحدا. إيه ماشي. وليش كان هلأ فتحتي الباب؟ رح أنسي أنا. وأوعك أوعك تفتحي الباب لحدا بغيابي. أمرك ابن، روح هلأ روح.